عايزة إيه بقى؟ أنت استهليت بتلعب أنا عايز أقول لتامر دلوقتي تعالى جنب إخواتك تعالى جنب إخواتك أه طبعًا اللي هما مين بقى؟ اللي هما هتبص تلاقيهم أسامة خليل أيوه اللاعب اللاعب الرائع الجميل الغزال أيوه ال آه ال آه 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 كابتن رمضان بتاع كرة اليد أحمد رمضان أحمد رمضان بتاع الزمالك بتاع الزمالك وكل بعض طب أحمد رمضان خلينا ناخدهم واحد أحمد رمضان ماله؟ لا هو خسر النهارده ظاهر من العربي الكويتي الكويت في البطوله ف... العربيه في السعوديه ف... ف... تستغرب <applause> والله انا والله العظيم ما انا قادر اصدق <applause> وبعدين بيسالوا ها هم هم ايه سبب التعثرات يقول له لو انا عند شوف الجمله اللي نهى بيها تامر بيقول ايه الدين استقرار هو مين اللي اديك استقرار الاستقرار ده بتاعك انت دي ممارساتك وحد بيدي حد بيدي حاجه اديني آه. فلوس يا سلام اديني شعبيه الله اديني مش عارف ايه طب ما انت لما كل الناس هتديك كل ده انت لازمتك ايه ماذا تفعل اذا <applause> كنت انت هتاخد كل ده يا كابتن تامر ما حدش يقعد يقول هذا الكلام اه يعني يوم يجي الكابتن احمد رمضان برضه جيب سيره الاهلي يعني انت خسرت طلعت خسران من العربي الكويتي <applause> بصراحه مفاجاه لان ده مش الزمالك كره اللي عودنا على كده لكن ايه النادي الاهلي ما هو احنا لو عندنا استقرار نفس الكلام هتجده متوزع النهارده وامبارح على اكتر من, من يعني هي عناوينه وبتتوزع وادواره بتتلعب الدين استقرار لو عندنا استقرار وعندنا فلوس وعندنا مش عارف ايه الاهلي ما يشمش الاهلي ما يشمش بطوله هو انت رايح تلعب هو الاهلي معاك في البطوله العربيه هو انا عايز اعرف انت لما تخسر في البطوله العربيه اصل الاهلي ابن اللذينه ده عنده استقرار وبعدين استاذ تامر بالاف بقى اللي فيه قصف جبهه قصف جبهه انا مش عارف هنام النهارده ازاي تامر مش هينيمك صح بيقول لك ايه بيقول <applause> لك ما هم متعودين كده طول عمرهم ما يجيبوش فيرود الاستقرار لا الاستقرار ونفس النغمه نفس النغمه وما يعرفوش يجيبوا فيرود مستني الزمالك والكباري الزمالك والكباري كباري ايه يا ابني انت كباري ايه اللي اتعملت فيكم هو انت لما يكون عندك لعيب طب تعال اعمل كباري كل اللي عابتنا خده اللي عايز يتعمل فيه كوبري في النادي الاهلي مش هنزعل عليه مش هنقضي عمرنا اصل لأ... اصل الزمالك عامل كوبري طب ما تعمل كوبري يبقى هو عايز يسيبك افكرك بحد اه ياسر محمد ياسر اه ده بيفخروا بهذا ايه بقى ياسر محمد لما واستني اللاعب الافريقي اللي كان عندنا اسمه دومينيك دومينيك نفس الكلام والكابتن هادي خشبه ها وبنتكلم وهو مصمم في فتره الشتاء ياخد الاستغناء قلت له ده خلي بالك هو متفق مع الزمالك قال ما يروح ما يروح ما يروح هو عايز كده امال يقعد يعني يقعد رزينه ويقعد الموضوع بسيط اصل بص استاذ ابراهيم اذا كنا حنصل لان احنا نشتغل كرد فعل لنجوميه حد يبقى انت مش هتطور نفسك انت المفروض باستمرار بتسعى انك تاخد خطوه لقدام كل ما يجيلك نجم عايز احسن عايز احسن عايز نجم يتطور معاك عايز تجيب كواليتي يعني هو اللي مش واخد باله الكابتن تامر وأي حد تاني أن أنت عندك بيرسي تاو دولي في جنوب أفريقيا أنت عندك علي معلول دولي في أنت كريستو دولي في تونس, تونس. أليو ديانج. ديانج دولي في مالي أوه. القندوسي دولي أوه. في الجزائر أوه. أنت بتبحث ما حد الشاغل رضا سليم, ريدا سليم دولي, دولي في المغرب م. انت بتجيب اللعيبه اللي بتقول مستنيينك تختار لنا ده احنا لو استناك استنيناك تختار لنا ما كانش بقى ده حالنا كنت هتاخد بقى إبراهيم داي ولا سامسون لا لا لعيبه كويسه ماليش دعوه آه انا عمري ما لا جل. على الاختيار وانا آه الحلقه اللي فاتت آه قلت لك لما كانوا الاعضاء بيقولوا لنا إيه الحق الزمالك جاب كذا قلت لهم يا جماعه انا, أنا ما ب... احنا بن... مش بنف... احنا بنفكر في نفسنا السكواد بتاعنا يقدر يلعب مع منتخبات اه يقدر يلعب خلاص يجيبوا اللي يجيبوه. اي حد فنع. من حقه يدعم نفسه. مم. لكن هو ما يعني ياخد لعيب فولي ولا ياخد بنات فولي ولا ياخد لعيب باسكت ما هو واخدين مننا لعيب باسكت ما حدش يتكلم احمد اسماعيل واول السنه. مم. لكن لما, لما تجيب كيجو كي... يبقى ده كيجو سابهم وجاي انتقال حر آه. مش جاي من عندهم. واخد آه. بالك؟ يقول لك كوبري. كوبري هو احنا ايه؟ كباري ايه اللي بتتعمل يا اخواننا عيب الـ 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 الفكره كلها يا استاذ ابراهيم اذا فضلت على طول وتقول الدوله عايزه كده ومش الدوله ده عايز الدوله عايزه ايه؟ الدوله عايزه انك انت تعمل وتجتهد وتنجح وتشرفها الدوله عايزه ما ترميش مشاكلك عليها وتستناها تحللك وتستثنيك الدوله عايزه استقرارك انت طيب خليني بس بمناسبه الدوله دي مناسبتها يا جماعه ان النهارده الكابتن اسامه خليل نجم الاسماعيلي واحد من النجوم الدوليين السابقين كان في